كنا بنتكلم في المحاضرة اللي فاتت على الـ Ion Exchange، وقفنا على عنوان اسمه Regeneration Requirements، وقلنا عشان نعمل Regeneration هستخدم صوديوم كلورايد، يا إما Saturated Solution من الصوديوم كلورايد يا إما High Concentrated Sodium Chloride. طب قلنا ليه High Concentrated؟ عشان يقدر يطرد الكالسيوم والمجنيزيوم من الـ Ion Exchange Material. والمعادلتين اللي بيمثلوا الكلام ده كنت وضحتهم المره اللي فاتت. المعادله الاولانيه كان الايون اكسشينج مع الكالسيوم، والثانيه الايون اكسشينج مع المغنيسيوم ومر عليه الصوديوم كلورايد، فانطرد الكالسيوم كلورايد والمغنيسيوم كلورايد، والايون اكسشينج خلاص بقى محمل بالصوديوم. ايه هي بقى الريجينريشن ريكويرمنتس؟ انا محتاج لقد ايه صوديوم كلورايد في عمليه الريجينريشن؟ يتوقف على عوامل كتيرة جدا جدا، او اولها نوع الايون اكسشينج ماتيريال اللي بستخدمه. يعني انا ممكن اشتري ايون اكسشينج ماتيريال من شركة يكون الكباسة بتاعته واطية، او واحد تاني كباسة عالية، البروبرس بتاعته هنا غير هنا، يبقى النوع بيتحكم. الحاجة التانية كمان الديجري اوف هاردنس اوف ووتر، او درجة عصر المية، يعني في كالسيوم كتير ولا ومغنيسيوم كتير ولا لا. الفيري هارد ووتر معناه كالسيوم كتير ومغنيسيوم كتير، وبالتالي الريجن هياخد كتير، وعشان كده محتاج للصوديوم كلورايد في الريجينريشن برضو كتير. اما طبعا لو كان لو هاردنس يبقى محتاج للصوديوم كلورايد قليل. ثالث حاجه اسمها الافكتيفنس اوف ديستريبيوشن اوف ذا براين، اللي هي عمليه او كفاءة توزيع البراين اللي هو المحلول الملحي على البيد بتاع الايون اكسشينجر. انا عاوز المحلول الملحي يتوزع على كل الايون اكسشينجر، لو هيتوزع في منطقة او منطقة لا، يبقى المنطقة اللي ما راحت لهاش عاوز احط كميات اضافية، عشان كده يبقى ممكن احط اكتر من موزع ها في على طول البرج بتاعي. النقطة المهمة اللي بعد كده، هل ممكن أعمل regeneration بناتشرال براينز أو سي ووتر؟ ناتشرال براينز يعني مية موجودة في الأرض فيها ملح طعام دايب، السي ووتر طبعا فيه كميات كبيرة من ملح الطعام، ممكن ينفع، خصوصا السي ووتر اللي بتوصل فيه نسبة الملح لحوالي 3%. بس ما يعني ينفع فقط في اللارج انستليشنز او في الانشاءات الكبرى، يعني وحده معالج الميه فيها ابراج كتيره ايون اكسشينج، يبقى انا محتاجها لكميات كتيره من ميه البحر. طبعا لازم الاول يبقى موقع الوحده بتاعتي على البحر نفسه، ما ينفعش في منطقه ما فيهاش بحر. طبعا حتى لو الموقع بتاعي على ميه البحر، انا محتاج عشان انقل الابراج مواسير بايبس، محتاج بامبس مضخات، محتاج لكنترول سيستم، كل ده محتاج له. فاذا لازم تبقى الوحده بتطلع انتاج كبير من الميه، لكن الوحدات الصغيره زي في المصانع المعقوله بتاعتنا لا، كفايه ان انا اشتغل بالصوديوم كلورايد العادي. طبعا في كمان لو نبص للمنحنى اللي موجود في الصفحة اللي بعد كده على طول، هتشوف الهاردنس ريموفال مع تركيزات مختلفة للصوديوم كلورايد. الكيرف اللي تحت خالص 75% صوديوم كلورايد، اللي فوقيه 245% صوديوم كلورايد، التالت 275% صوديوم كلورايد، قرب خلاص من مين؟ من مية البحر. هلاقي ان الكيرف اللي هو بتاع 275% اعلى واحد عطى احسن ريموفال، طبعا ليه؟ لان تركيز الصوديوم كلورايد فيه عالي. بس في متطلبات تانية كمان، ميه البحر او ميه الابار ما تكونش كونتامينيتد، ملوثه. لو كانت ملوثه بسيويج ميه صرف، باندستريال ويست صرف صناعي، ما تنفعش، ان كل المواد دي هتتلف الايون اكسشينج ماتيريال وتخليه يبوظ بسرعه. لو مليانه اورجانيك ماتر برضو
الكلام مش ايه مش مظبوط. في الميه لو صعب يوصل لها خصوصا جنب مصانع البترول والكلام ده H2S. H2S من العوامل المهمه اللي برضو يخلي الريزن او الايون اكسشينج يطلب بسرعه. حاجه تانية مهمه كمان، لو كانت الميه فيها مواد علقه او فيها حاجه اسمها كولويد المطر غير مطلوبه لازم اشيلها في الاول. طبعا ليه؟ لان لو مررتها على طول هتسد البورز بتاعه الايون اكسشينج ماتيريال وتبطل مفعوله. العنوان اللي بعد كده اللي عندكم اسمه Design of Equipment for Cation Exchange Softening، تصميم وحدة للمعالجة بالكاتايون اكسشينج. في الحقيقة احنا مش هنقول التصميم، هو التصميم بيجيلنا جاهز، لكن هنقول ايه اللي وصلوا له. الوحدات دي بتشتغل ازاي؟ يا اما بتشتغل بالجرافيتي فلو او بتشتغل ب under pressure. طبعا لو اشتغلت under pressure بيبقى العملية ايه؟ اسرع. ممكن انشئها منين؟ من تنكات في شكل متوازي مستطيلات، لكن الوحدات الشائعة اللي موجودة في المصانع عبارة عن tanks cylindrical، يعني الصوانية معمولة من الصلب و بتشتغل زي الفلترز بالظبط. محتاج لشبكة أنابيب، محتاج لعملية توزيع للبراين، كل ده محتاجه في الايه؟ في الوحدة بتاعتي. طبعا الوحدات اللي هي بتشتغل مش under pressure بيبقى الصيانة بتاعتها أسهل، لكن الوحدات اللي شغالة under pressure ولو انها هتبقى فيها مميزات كتيره في السرعه والكلام ده، في سرعه المرور الماده، لكن الصيانه بتاعتها اصعب، عاوزه فنيين احسن يعني لهم مهاره اكتر، وعمليه اندر بريشر معناها مش عاوز البريشر يتغير او غيره، فعمليه الصيانه اصعب كتير. السؤال دلوقتي، طب الابراج المستخدمه ديت ارتفاعاتها قد ايه؟ اقطارها قد ايه؟ طبعا ما اقدرش اقول، على حسب الكباستي. يعني لو وحده كبيره طبعا عاوز قطر اكبر واطوال اكتر، لكن طبعا عارفين ان انا ممكن استخدم ايون اكسشينج ماتيريال في البيوت، يبقى في الحاله ديت ايه؟ هيبقى كله قطر صغير جدا، ها، والارتفاع الماده فيه كميات صغيره، يبقى ما اقدرش احدد لا قطر معين ولا ارتفاع معين، إلا كله على حسب الكباستي. هل هي vertical ولا horizontal؟ كلها vertical، أغلبها في المصانع vertical. وبتبقى خلي بالكم فرق بين الأبراج دي وأبراج التقطير. أبراج التقطير عبارة عن أبراج عالية جدا، لكن أبراج الأيون إكسشينج لا تسمح بأطوال عالية جدا، وإلا معدل مرور المية نتيجة للبريشر دروب هيبقى صعب جدا جدا. هل ممكن في بعض الأحيان أحط البرج بتاعي هورزونتال أفقي؟ يعني في الحالات النادرة، واحد خلاص أنشأ المصنع بتاعه وما عندوش أي مكان غير مكان أفقي صغير، بضطر يعمل فيه كده، لكن دي حالات إيه؟ نادرة جدا. الأندر دريننج سيستم، العنوان اللي جاي بعد كده، يعني ايه؟ بعد الميه بتمر على الايون اكسشينج، المنطقه اللي تحت تبقى بعد ما يعدي من الشبكه بيسموه اندر دريننج سيستم، وبرضو البراين هيعدي. ليه بهتم بالاندر دريننج سيستم؟ لان هو الميه معديه او البراين معدي كان الاول في حمى الايون اكسشينج، اصبحت دلوقتي ملامسك للايه؟ لجدران الايه؟ البرج. فانا خايف يحصل ايه؟ كوروجن او تآكل، فمفروض اصنعها من ماده كلها تقاوم الايه؟ التآكل. حاجه تانية، انا عاوز كمان الميه تطلع من البرج
من مساحة المقطع كلها، ما تنزلش زي الحنفية كده. فلازم يبقى حاطط فوق الشبكة يا إما مادة جرانيولر أو بحط فحم جرانيولر ويتحط فوقيه المادة الريزن عشان يبقى توزيع خروج المية وتوزيع البراين من كل المنطقة. لا زي ما مكتوب عندكم ممكن جريدد جرافل او كول في صورة انثراسيت، واختار الكول في صورة انثراسيت عشان خاطر كمان بيبقى ليه ميزة. انتوا عارفين الكول بياخد اي كمان اي اودر في المية، اي تيست في المية، يبقى انت ضربت عصفورين بحجر. الحاجة المهمة كمان في الموضوع، هل العملية تشغيل الايون اكسشينج عبارة عن امرار بس قبل ما اقول النقطة دي، المهم تتلافى اللي بيشتغل على البرج ده انه كل فترة يشوف هل اتكون قنوات جوه الايون اكسشينج. يعني ايه قنوات؟ يعني مكان بتمر فيه المية وتسيب الايون اكسشينج، يبقى المية اسلها ايه؟ ما تعديش على الايون اكسشينج وتعدي في هذه القنوات، وبيسموا الظاهرة دي شانيلينج. لو حصل الشانيلينج يعني تكوين قنوات، يبقى معناها العملية هتبقى تشتغل بكفاءة منخفضة جدا جدا. السؤال دلوقتي، هل العملية الايون اكسشينج بشتغل بقعد احمل المية على الايون اكسشينجر لمدة شهر ولا اتنين ولا تلاتة؟ طبعا ايه اللي هيحدين الكلام ده؟ اللي واقف على الايون اكسشينج بيشوف المية اللي نازلة ويبعت للمعمل، يا جماعة فيها كالسيوم ومغنيسيوم، يقول له لا، يبقى معناها الايون اكسشينج بيشيل كويس، يبقى يكمل شغل ان شاء الله يقعد كذا شهر مش مهم. لكن لو بدأ تظهر كالسيوم ومغنيسيوم في المية اللي نازلة، معناها ان المية عدت على الايون اكسشينجر وما شالتش الكالسيوم. في الحالة ديت اقول له ابطل بقى شغل وابتدي في خطوة تانية اسمها باك ووشنج ريجينريشن اند رينسينج. يمكن انتوا لما سمعتوني في الاول قلنا ريجينريشن على طول، غلط. الاول اعمل ايه؟ باك ووشنج. يعني ايه باك ووشنج؟ اوقف الجهاز ومرر مية من عندي انا. منين؟ من اسفل الى اعلى وليس من اعلى الى اسفل. ليه؟ انا عمال امرر مية على الايون اكسشينج بتاعي بارتفاع متر او متر ونص، شهر شهرين، عارف بعد شهر شهر ونص هتلاقي ايه؟ المتر والمتر ونص ده هبط، هبط جامد. البورز اللي بقت جوه خلاص بقت قليلة. يبقى في الحالة دي انا عاوز اعمله ايه؟ اكسبانشن تاني، تمدد تاني عشان يفرد تاني، ها، ويرجع زي ما كان. فاذا لو غسلت بمية من اعلى الاسفل بالعكس، يبقى انا بغلط اكتر. لكن هغسل بمية نظيفة من عندي، كمية صغيرة مش كتيرة، منين؟ من اسفل الى اعلى عشان يعمل اكسبانشن. ايه كمان؟ اثناء عملية التشغيل اللي هي قعدة شهور ديت، اكيد في المية كان فيها مواد بيسموها مواد غروية، زي الغرويات، تروح ماسكة حبيبات المادة الريزن ديت تغلفها، يعني بالتالي تبطل ايه؟ مفعولها. طب برضو نفس حكاية، لو غسلت المية من اعلى الى اسفل الطبقة دي هتثبت والاكسنشينش هيخسر، لكن لما من اسفل الى اعلى تخلي الحاجة اللي لزقت في الريزن دي تفك. طبعا هتفك، واسحب الكلام البلاوي دي منين؟ من اعلى الايه؟ من اعلى البرج. يبقى اذا دي فكرة الباك ووشنج. طبعا العملية دي مش بتستغرقش وقت طويل، لكن بتستغرق وقت قصير. في الحالة دي بعد ما عملت باك ووشنج، مسموح لي ان انا اعمل العملية اللي قلتها لكم اللي هي اسمها ريجينريشن، اللي هي بالصوديوم ايه؟ كلورايد. يعني صحيح احنا وضحنا ريجينريشن في الاول وازاي بيتم، لكن صح ان انا اعمل في الاول قبليها ما يسمى باك ووشنج. ايه كمان
بعد ما عملت ريجينريشن يقول له خلاص ما انت عملت ريجينريشن ارجع بقى اشتغل من جديد شهرين ثلاثة زي ما انت عايز. اقول لا ده برضو في المسام لسه في هيبقى فيه شوية صوديوم كلورايد، يبقى اعمل حاجة اسمها غسيل، بس غسيل بكميات صغيرة جدا من المية، وعشان كده بيسموها رينسينج. رينسينج اللي بيسموها بالعربي بشطف بقى، اشطف عشان اخليه كويس. واحد يقول انا الكلام ده بيفكرني بعملية الفلتريشن العادية. ها طبعا فيها مشابه كتير جدا، ولكن الريت اوف باك ووشنج والرينسينج ها مختلف تماما عن عملية الايه الفلتريشن، لان هنا الريزن اصله خفيف نسبيا ها، و حاجات كتيرة بتأثر. برضو عاوزين نتكلم عن عملية توزيع الموزعات الملح. موزعات الملح تبقى عاملة زي دش كده، أصنعها من إيه؟ لازم أصنعها من مواد تتحمل الكوروجن. في بعض السبائك اللي بتتحمل الكوروجن، لأن البراين أو المحلول الملحي تملي بيعمل عملية إيه تآكل. في ألويز كتيرة ممكن إيه تستخدم. حاجة تانية كمان، اللي بيصنع البرج ويدخل فيه الدش هيبتدي مثلا يعمل ثقب في البرج ويدخل ماسورة ويطلع ويوصلها بالدش، أتفادى ما يسمى dissimilar metal. هيبقى فيه منطقة فيها الميتال بتاع البرج اللي هو في الغالب من ستيل، و عندي الديستريبيوتر مصنع منين؟ من اللوي تستحمل الكوروجن. يبقى انت في الحقيقة عملت حاجتين، عندك معدنين ستيل واللوي، واحد منهم مقاوم هيشتغل ككاسوت، والبرجة هيشتغل كايه؟ كانود. كأنك خلقت وما انتش حاسس ها حاجة اسمها جالفانيك سيل من انود وايه؟ وكسود، والانود يبتدي يحصل عنده تاكل. وللاسف الانود المرض هو عباره عن مين؟ البرج. تبتدي تبص تلاقي بدا يحصل البرج يخرم منك ويحصل له ايه؟ تاكل نتيجه لتكوين. فاتفادى الديسيميلر ميتال. وعشان كده اقول لك يا ريت ها يبقى في حاجه تجيلها بكاوتش والكلام ده، مش هندخل فيها شان الناس بتوع الميكانيكا والكلام ده، لازم افصل ما بين بجلب كاوتش وايه وغيره. دي بالنسبه للبراين ديستريبيوتر. في عندنا في صفحه جدول كبير بيورينا بيفهم الشخص ايه اللي بيحصل بالارقام. ميه ها بص كده في جدول فيها كالسيوم كام وحده؟ 34 بارت بالمليون. طبعا بعد ما مررها على الايون اكسشينج بقت كام؟ واحد، ما شاء الله شايل كلز. المغنيسيوم كان 13 بقى واحد، ماشي. يبقى التوتال هاردنس كان كله على بعضه 47 بقى 2 بس. بس شفت ايه اللي حصل بقى؟ الصوديوم اللي كان في المية كان كام؟ 13، بقى في المية اللي طالعه كام؟ 58. ليه طلع 58؟ لان هو لما شال الكالسيوم والمغنيسيوم حل محلهم ايه؟ صوديوم. فالمية اللي طالعه بدل ما كان فيها كالسيوم ومغنيسيوم اصبح فيها صوديوم. وعلى العموم الصوديوم مش مضر بالنسبه لنا بالنسبه لعمليات الايه الهاردنس. يبقى واضح ان الايون اكسشينج بيقلل الكالسيوم بيقلل ايه المغنيسيوم لكن بيزود الصوديوم، لان العمليه اسمها ايون اكسشينج. بص كده للانايونز الكلورايد السلفيت والبايكربونات والكلام ده زي ما هي 60 60 9 9 11 11. ليه ما قلتش؟ ده ما بيشيلش النيجاتيف ايونز، ده بيشيل ايه؟ البوزيتيف ايون. طبعا ممكن ها تكمل انت الجدول طالما فهمت الفكره بتاعته. زي ما اتفقنا زمان ان احنا عندنا حل من الحلين، حاجه من حاجتين، يا اما ميه زي الموجوده في اسكندريه او في وجه بحري او في اغلب مناطق القاهره الهاردنس بتاعها مش كتير، يبقى انا ممكن اشتغل بالايه بالايون ايه اكسشينج على طول اللي احنا شرحناه.
لكن في مناطق بيعتمدوا على أبار أو غيره بيبقى الهاردس شوية فيها عالي. فقلنا بنعمل كم تكنيك في الأول، أشيل الأول أغلب الهاردنس بعملية كيميكال تريتمنت بموضوع كيماوي، وشرحناه في محاضرات سابقة إنه بيشيل الكالسيوم في صورة كالسيوم كربونيت، يشيل أغلبه فيوفر عليا، يوفر عليا ليه؟ أصبحت المية بقى حولتها منين؟ من فيري هارد ووتر إلى الهارد بتاعها ده إيه قليل، يبقى ممكن أمررها على طول على الإيه الأنكشيج. ليه عملت كده؟ عشان لو أنا كنت مية الأبار اللي فيها كالسيوم ومغنيسيوم دي عالي جدا ومررتها على الأينوكس تشينج زي الطريقة المعتادة، كان كل شوية إيه هيتشبع ويقول لك اعمل لي ريجينريشن، اعمل لي ريجينريشن، وده طبعا عملية مكلفة. لكن أنا بتخلص بالأول في المناطق اللي في الشكل ده من أغلب الكالسيوم والمغنيسيوم عن طريق ترشيب الكالسيوم في صورة إيه؟ ها؟ كالسيوم كربونيت، ثم كأني بحولها من فيري هارد ووتر إلى ووتر في هاردنس قليل، ويبقى المية اللي فاضلة دي اللي مسموح ان انا امررها على الايون اكسشينج. وعشان كده العنوان عندكم اسمه Cold Lime Softening Followed by Zeolite او Ion Exchange Softening. شوف الوحدات عبارة عن ايه. اول وحدة اسمها Clarification Unit، برمي فيها المية اللي هو Raw Water، وبرمي فيها الجير. الجير اللي هو هيعمل ايه؟ ها؟ هيحول لي، هيرسب لي الكالسيوم كربونيت وبالتالي يقلل لي الهاردنس. وحط حاجه اسمها كواجولانت عشان يخلي ايه الرواسب اللي بتنزل دي تنزل بسرعه، انا عاوز اخلص. يبقى الكواجولانت بيتحط، وفي عندكم سهم جانبي اسمه بلو داون. دي يعني ايه البلو داون؟ دي الرواسب اللي بتنزل من الميه. اصبحت الميه الهاردنس بتاعها ايه؟ ها؟ قليله. واحد يقول خلاص وديها على الايون اكسشينج اللي هي اخر الابراج اللي هي موجوده في الناحيه اليمين، هم ثلاث ابراج الاخرانيين. اقول له لا، ده في برضه هتبقى الميه معلق فيها شويه حبيبات من الكالسيوم كربونيت ما نزلتش، ما خدتش وقتها. طب اشيلها ازاي؟ فحطيت لك وحده اسمها جرافيتي فلتر، يحط ما بين دي ودي جرافيتي فلتر عشان يشيل الكلام ده. وساعات يقول لك ايه كمان؟ ها، حط شوية حامض، فالحامض مع الكالسيوم كربونيت ها يحوله إلى صوليبل صولت، ما فيش منه ضرر. كل كلامنا في المحاضرات اللي فاتت على كاتايون اكسشينجر في صوديوم ويشيل لك المغنيسيوم والكالسيوم ها ويديك بداله ايه؟ صوديوم. ده شغال في المصانع. هل ممكن استخدم كاتايون اكسشينج بدل ما فيه صوديوم فيه هيدروجين، وبرضو يشد الكالسيوم والمغنيسيوم بس يدينا بداله ايه؟ هيدروجين. طبعا ممكن، وده موجود وده موجود. طب ايه مشكلة الكاتايون اكسشينج بتاع الصوديوم؟ شوف كده معايا، لو اشتغلت اللي فيه صوديوم هو بيشيل ايه؟ بيشيل كالسيوم. الكالسيوم على فكرة 40 وحدة، يدينا بدلها 2 صوديوم، 2 صوديوم 46. الله، شال 40 وحط لي بدلهم ايه؟ 46. اي نعم شال الهاردنس بتاع الميه، بس خلق لي ماده جديده في الميه بتزود حاجه اسمها التوتال ديزولفد سوليدز اللي هي املاح دايبه زياده عن اللزوم. طب بص، المغنيسيوم 24 وزنه، بتشال ال 24 وتحط بدلها برده كام؟ 46. فأصعب في المغنيسيوم، تصور شلت 24 وحطيت بينهم كام؟ 46. يبقى برضو ها التوتال ديزولف سوليدز ايه؟ هتزيد. والتوتال ديزولف سوليدز لها مشاكل، يمكن في محاضرات قادمه هتقال لكم ايه مشاكلها. لكن في الحاله ديت لو استخدمت هيدروجين، الهيدروجين مش 2 هيدروجين بدل 2 صوديوم، الاثنين هيدروجين باتنين مش ب 46، مش ب 46، يبقى كويس جدا. ها، يبقى كسبت مكسبين، شلت الكالسيوم والمغنيسيوم، وايه كمان؟ وقللت كمان الديزولف سولز. يبقى الفرق بين ده وده ان التوتال ديزولف سولز في الصوديوم فورم بتزيد، اما هنا عماله ايه؟ بتقل. فانت بتكسب مكسبين.
والمعادلات اللي جايه ولو انها كتيره جدا لكن انت ممكن تاخد منها اكزامبلز بتمثل مرور ميه فيها جميع المحتويات، كالسيوم بايكربونيت او مغنيسيوم كربونيت او صوديوم بايكربونيت او مغنيسيوم صلفيت او كالسيوم صلفيت، على مكتوب لك زد معاه هيدروجين. شفت كل المعادلات اللي بيحصل؟ الكالسيوم بيتشال والمغنيسيوم بيتشال، ها، وتحل محله ليه؟ الهيدروجين. وعشان كده الميه اللي هتطلع هتبقى بعد المعالجه فيها احماض زي ما شايفين المعادله، كربونيك اسيد، سلفوريك اسيد، وايه، واتش سي ال. ده شفتوا كمان ميزه تانية في الاستخدام ده، ده شال ايه كمان؟ الصوديوم. ده ما شالش النوع ده، بيشيل ايه؟ الكالسيوم والمغنيسيوم اللي بيسببه الهاردس، وبيشيل كمان الصوديوم. لكن القديم ما كانش يقدر يشيل صوديوم لان هو صوديوم، يبدل مع مين اذا كان هو صوديوم؟ ماشي. فدي المعادله بتاعته. طب لما اجي اعمل له ريجينريشن، خلاص يبقى اعمله بنفس النوعيه، ارجعه للهيدروجين، يبقى اعمل له ريجينريشن بايه؟ باسيد، وليكن سلفوريك اسيد زي المعادلتين اللي موجودين في اخر الصفحه، او زي HCl. هما ثلاث معادلات، اثنين في اول اخر الصفحه وواحده في اول الصفحه الجديده، وثلاث او HCl بالثلاث معادلات المتوضحه. يرجع زي ما كان، يطلع زيولايت او ايون اكسشينج ماتيريال محمله بالهيدروجين، ويرجع يشتغل تاني جديد. يبقى لو حبينا نفرق بين النوعين، وده من الاسئله المهمه جدا، النوع الاولاني اذا هو الصوديوم فورم، ها، بيخلي بيشيل الهاردنس لكن بيعلي التوتال ديزولف سوليدز عشان بيجي بداله صوديوم. النوع الهيدروجين بيشيل الهاردنس لكن بيقلل التوتال ديزولف، دي بتقلل التوتال سوليدز. النوع الاولاني كان بيطلع لي ميه الى حد ما الكالاين، ليه؟ لانه بيطلع صوديوم بايكربونيت الكالاين، ماشي. لكن النوع ده كله بيطلع ايه؟ اسيد. وعشان كده في النوع اللي هو الهيدروجين فورم لازم اصبط الايه، الهيدروجين اللي بيعبر عنها بحاجه اسمها البي اتش. زي ما شفتوا في المعادلات، في النوع اللي هو الهيدروجين فورم ممكن يطلع كربونيك اسيد، ممكن يطلع اتش سي ال، ممكن يطلع سلفوريك اسيد. اظبطه ازاي؟ الكربونيك اسيد مش شغلانه، تعرفين الكربونيك اسيد ضعيف، يعني اي تهويه بسيطه او تسخين بسيط يتفكك ويطير خلاص، ويطير السي او 2. اما الاتش سي ال والسلفوريك اسيد هيستنهم، يبقى لازم اعمل ايه؟ ها، اخلي الماء اظبطها تاني. اظبطها ازاي؟ هي بقت اسيدك شويه، اعالجها بقلوي قبل ما ايه، ما تشتغل في المصنع. دي نقطه. حاجه تانية ممكن اعملها، ودي مصانع كتير بتعملها وبتكتسب حاجه خبره كويسه. انت مش قلت الكاتايون اكسشينج في الصوديوم فورم بيطلع صوديوم بايكربونات ميه الكالاين، وده بيطلع ميه ايه، اسيدك. يبقى لو عندي الوحدتين موجودين في المصنع، وده في مناطق كتيره فيها كده، البرج ده بيطلع ميه الكالاين اللي هي شغال بالصوديوم فورم، الميه دي بتطلع اسيدك في الايه، في الهيدروجين فورم، اخلطهم ببعض. بس لازم يكون ها راجل عنده خبره عشان يخلط الاثنين ويطلع في الاخر ميه نيوترال. واشكركم على المحاضرات الجايه. بس تمام خلاص، اضغط. خد وقت قد ايه؟